دان حشومة وعيب وعار مشاهدينا باش نشوفوا رجال الأمن كيتصابوا في هذا الواقع اللي وقعت هنا بزنابات مركب محمد الخامس. شكرا لعناصر الوقاية الميدانية اللي قدروا على أنهم يلتحقوا بين العين المكان ويهزوا رجال الأمن اللي تعرضوا الإصابات من طرف بعض المحسوبين على جماهير الوداد. وللأسف مرة أخرى جمهور الوداد كبير على هذا الشيء ووقعات الواقعة. كنتمنى وما تعاوش تكرر عاوتاني. رجال الأمن كتنقلهم سيارة الإسعاف في هذه اللحظات باش يتلقاو العلاجات الضرورية. يعني كاين اللي عنده إصابة على مستوى الأرجل ديالو، كاين اللي عنده إصابة على مستوى الكتف، بالشفاء العاجل لهاد الرجال. وبرافو لهم اللي قدروا على أنهم يفرقوا الشغب وقدروا على أنهم يحيدوا هاد البلبلة اللي كانت هنايا بجنبات مركب محمد الخامس. برافو لهم وشكرا لهم على المجهودات اللي كيقوموا بها وأداوا الواجب على أكمل وجه. شكرا كذلك العناصر الوقاية المدنية اللي التحقوا بين العين المكان وقدروا على أنهم ينقلوا رجال الأمن أقرب مستشفى هنايا باش يتلقاو العلاجات الضرورية بالشفاء العاجل لرجال الأمن، بالشفاء العاجل لرجال الأمن اللي صاهرين على حماية وسلامة الجمهور اللي كاين هنا في المدرجات، وكذلك المواطنين اللي كيلتحقوا بمركب محمد الخامس وحشومة وعيب وعار باش ياكلوا العصا ويرشقوهم بالحجارة. يعني كنعاود نكررها مشاهدينا، هادو فئة محسوبة على جمهور الوداد للأسف تحسبات عليهم. يعني هادوك اللي كتشوفوا معنا لهيه هادوك هما المتسببين في هاد الشغب، المتسببين في هاد الفوضى اللي كانت هنايا. يعني شوفوا معنا مشاهدينا، هادو هما رجال الامن اللي تصابوا واللي تعرضوا للاصابات داخل بجنبات عفوا مركب محمد الخامس. بالشفاء العاجل لرجال الامن. هادشي ما كنبغيوش نشوفوه، هادشي ما بقيناش كنبغيو نشوفوه. خليفة خليفة الشفاء العاجل لرجال الأمن اللي تصابوا في هذه الواقعة اللي وقعت بجنبات مركب محمد الخامس. بالشفاء العاجل وبرافو لهم على المجهودات اللي كيقوموا بها وقدروا على أنهم يسيطروا على الوضع وقدروا على أنهم يتغلبوا على الشغب اللي كان بجنبات مركب محمد الخامس. شوفوا معايا عناصر رجال الأمن يقوموا بواحد المجهودات جبارة هنايا بجنبات مركب محمد الخامس. شوفوا معنا مشاهدينا شنو واقع هنايا على المباشر من جنبات مركب محمد الخامس. شكرا لرجال الامن، شكرا لهم على التضحيه اللي كيضحيو، شكرا على المغامره اللي كيغامروا باش تدوز الامور بخير وعلى خير. يعني كاملين بغينا الامور تدوز مزيان، كاملين بغينا لاكوب تبقى داخل مركب محمد الخامس، ولكن للاسف هاد
الناس اللي محسوبين على جمهور الوداد اللي قاموا بهذا الشغب وقاموا بهذه الفوضى وقاموا بهذه عمليه رسق بالحجاره. هادو ما خصناش نعتبروهم وداديين، هادو ما خصناش نعتبروهم جايين يشجعوا الفرقه، هادو جايين يطيحوا بالفرقه وجايين يطيحوا بالمستوى ديال جمهور الوداد. الاشخاص المتسببين في هذه الفوضى وفي هذا الشغب هما هذوك لله ومحاصرينهم رجال الامن. ريتما يجيو العناصر ديال سياره النجده باش يتم التحقيق معاهم في هذه الواقعه اللي وقعت. يعني كيف ما كتشوفوا معنا هذوك هما اللي واقفين عليهم رجال الامن، هذوك هما الفئه اللي تسبات في هذا الشغب، غادي ينالوا الجزاء ديالهم اكيد اكيد غادي ينالوا الجزاء. يشوفوا عنصر من عناصر القوات المساعده اللي تصاب حتى هوايا، يعني عنصر من عناصر القوات المساعده مشاهدينا حتى هو تصاب في هذه الواقعه ديال عمليه الشغب بجنبات مركب محمد الخامس. لا حول ولا قوه الا بالله، وبالشفاء العاجل لهذ الرجال هادو اللي كيضحيوا بالحياه ديالهم من اجل سلامه المشجعين والمشجعات والمواطنين الوافدين المركب محمد الخامس. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني الناس اللي كتقول ما خلاهمش يدخلوا، ماشي سبب هذاك باش، ماشي سبب باش دير الشغب، ماشي سبب باش دير الفوضى، وماشي سبب باش تقوم بالرسق بالحجارة على رجال الأمن. يعني ماشي سبب هذا، ماشي سبب هذا التخربيق كنسميه أنايا. يعني الناس جات اللي مقطع ورقيها راه غدخل، اللي ما مقطعش ورقيه راه غيتفرج في بلاصه اخرى وغادي يشجع من بلاصه اخرى. يعني ماشي بالضروره تجي ودير الفوضى ودير الشغب باش تسمى انك انت ودادي وانت جاي تشجع الفرقه. لا، انت ما جايش تشجع الفرقه، انت جاي تطيح بالفرقه وجاي تطيح بجمهور الوداد البيضاوي. يعني جمهور الوداد جمهور كبير معروف بالتشجيع ديالو بالطريقه الحضاريه باش كيدخلوا المدرجات، وهاد الناس هادو اللي محسوبين على جماهير الوداد مره اخرى كنتاسف على هذا الشيء، حشومه عليهم وعيب وعار يعني تعداو على هاد الناس هادو الرجال اللي جاوا يقوموا بالعمل ديالهم وتعداو عليهم ورشقوهم بالحجاره وخلقوا لهم اصابات على مستوى الارجل مستوى الكتف ديالهم. الله يشافيهم، وكنتمنى من الجماهير تعيد النظر في هذه القضيه هذه ديال الشغب. يعني ما لقيتيش ورقه، ما عندكش ورقه، ما خلاوكش تدخل غدير الشغب. لا حشومه، هادشي ما كيدارش. حنا في سنه 2022 ما بغيناش نبقاو نشوفوا هادشي، بغينا نشوفوا الطريقه الحضاريه اللي موالفه عليها الجماهير الوداديه. يعني شوفوا كيدخلوا معنا جوج بجوج ودايرين الصف بالنظام، واللي عنده الورقه غيدخل واللي ما عندوش الورقه راه ما غاديش يدخل. إذا حتى لهنا مشاهدينا غادي نوصلوا على نهاية البث المباشر، نلقاكم في بث آخر إن شاء الله وإلى اللقاء.